لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وكنا قد وصلنا في المرة السابقة إلى كلام الشيخ في الرد على الطوائف الزائغة المنحرفة المخالفة لأهل السنة والجماعة، وذكر يعني في الرد عليهم قال: يتبين هذا بأصلين ومثلين، وتكلم عن الأصلين، وهما: أصل الأول أنه يقال لمن أثبت بعض الصفات دون بعض، يقال له إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، زي ما ذكرنا، يعني يقال له أن ما أثبته لله عز وجل موجود يعني كأسماء للإيه بالنسبة للإيه للمخلوقين. فلو كان في إثباتك يعني إذا كان في ما نفيته أو إذا كان ما نفيته من أجله أو هربا من التشبيه، فما أثبته يكون كذلك، وإلا فيلزمك إن قلت إن ما أثبته لله عز وجل لا يشبه صفات المخلوقين، فكذلك ما نفيته ينطبق عليه نفس الكلام، فيلزمك إذن أن تثبت ما نفيته، وإلا تكون فيما أثبته مشبها. فطالما أنك أثبت بعض الصفات لله عز وجل، وهذه الصفات مذكور مثلها يعني كأسماء للخلق، فأنت تقول صفات الرب لا تليق بكماله، تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوق بعجزه ونقصه، ولا شبه بينهما أو لا تمثيل، لا التشابه بينهما منتفى أو التشبيه بينهما منتفٍ، يلزمك كذلك فيما نفيته أن تجري نفس الإيه؟ نفس الإيه؟ المعيار ونفس القاعدة، وهي أن تثبت سائر الأسماء والصفات بمعانيها على النحو اللائق بكمال الله وجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل إلى آخره، وتعلم أنها لائقة أو تقول إنها لائقة بكمال الله وجلاله بخلاف صفات المخلوقين. إذن فما أثبته يكون حجة عليك فيما نفيته، يكون عليك حجة عليك فيما نفيته. هذا هو الأصل الأول والذي شرحناه تفصيلا في المرة السابقة. الأصل الثاني وهو أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى، نفى بقى سائر الصفات ولكن والأسماء أثبتها مثلا بلا معان كالمعتزلة، سميع بلا سمع، جعلها أسماء جامدة كما ذكرنا ذلك تفصيلا، واحنا قلنا ساعتها ان اسماء الرب تبارك وتعالى اعلام وايه واوصاف، يعني كل اسم يتضمن صفه بخلاف ايه اسماء المخلوقين دي مجرد اعلام جامده، يبقى اسم محمود ولا وليس في شيء وهكذا، وهو مذموم غايه الذم. فبخلاف صفات اسماء الرب جل وعلا، اسماء الرب تبارك وتعالى اعلام واوصاف، اي كل اسم يتضمن ايه صفه من صفات الكمال، وبناء عليه اسماء حسنى بالغه في الحسن مداها. الاصل الثاني يقال بقى اللي هو نفى الاسماء نفى معانيها ونفى كل الصفات: الست تثبت لله ذاتا؟ يقول: بلى، اثبت لله ذاتا. يقال له: طب المخلوق له ذات، يبقى انت وقعت في التشبيه. فيقول: لا، ذات الرب عز وجل لا تشبه الذوات لأنها تليق بكمال الرب جل وعلا بخلاف ذوات المخلوقين. طيب إذن نقول له: ما الكلام في الصفات هو نفس فرع عن الكلام في ماذا؟
في الذات. فيلزمك كما قلت إن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين أن تقول إن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. ويقول الأمر قد انتهى. دول الأصلان اللي تكلم الشيخ. بقي المثلان فيقول بقى فصل. وأما المثلان فأحدهما نعيم الجنة. نعيم الجنة يذكر مثلين على أن إيه؟ على أن إثبات أو على أن إقبال إثبات الأسماء والصفات للرب لا يستلزم التشبيه، وعلى أن الاشتراك في الأسماء أو لا يعني أو الصفات لا يعني التماثل في الموصوفين أو الإيه؟ أو الحقائق، حقائق هذه الصفات أو حقائق هذه الإيه؟ الأسماء لا يعني ذلك، إنما ده مجرد اشتراك لفظ. لكن خد بالك ايه، والمعاني قد تكون متباينه او تكون متباينه غايه التباين. سيضرب مثلين من المخلوقات، من الايه المخلوقات. واذا ثبت هذا في المخلوقات اي الاشتراك في اللفظ او الاسم مع التباين التام في المعاني فلا شك ان يكون بين العبد وربه ايه اعظم تباينا، فلا مجال للتشبيه حتى تفر منه فتعطل اسماء الله وصفاته وأقبلك مدعيا ذلك. فيقول أما المثلان فأحدهما نعيم الجنة، فقد أخبر الله تعالى أن في الجنة طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخلا ورمانا وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وماء وحلية من ذهب ولؤلؤا وأقبلك ولؤلؤا وفضة وغير ذلك، وكله حق على حقيقته. نعم كله حق على حقيقته، هذه أشياء حقيقية وذكرت، خدت بالك، وهي حقيقية. أنهار من أخبرك عسل من لبن من ماء لا يتغير، أنهار من وأنت تعرف ما هو الماء وحقيقته عند، وأنهار من لبن على عسل، مع أنك في الدنيا بالنسبة للعسل لا تعقل أو لا ترى أو لا يكون إلا العسل الذي تقذفه الإيه النحلة في بيوتها أخبرك، واللبن الذي ينزل من الضرع والضرع أخبرك، والخمر الذي يعتصر من، ومع ذلك أنت تعي، يعني أصل المعنى الذي تعيه في هذه الحقائق الموجودة في الجنة تعلم. إذا خطبت بالعسل علمت ما هو إيه طعمه وأقبلك، ولو اللبن طعمه وهكذا، ده موجود. لا، ومع ذلك هذه الأشياء التي في الجنة ها مختلفة تماما عما عم إيه عما تراه في الدنيا وأقبلك أنت وتتزوق أو تماما، لأنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، يعني مهما توهمت من حقيقة هذا العسل أو حقيقة هذا القمر أو حقيقة هذا اللبن لن يصل لن تصل إلى كنهها أو إلى حقيقتها، مع أنك تؤمن بها إيمانا جازما وأنها إيه حقيقة، خدت بالك، أشياء لها معاني حقيقية وأخبرك وحقائق، لكن تبينت. وهذا في المخلوقات ولم تستطع أنت أن تدرك إيه؟ كنهاها، لم تستطع أن تدرك ولا حقيقتها. قبلك لماذا؟ لأن الله حجب عنك هذا تبارك وتعالى. طيب إذا كان مع أن الأسماء هي نفس الأسماء اللي إيه؟ الموجودة في الدنيا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ليس في الجنة مما من الجنة مما هو في الدنيا إلا الإيه؟ إلا الأسماء. خدت بالك؟ طب معي، طب وإذا كان هذا في المخلوقات وهي مخلوقة، هذه الأشياء مخلوقة والأسماء واحدة وتباينت الحقائق والمعاني تباينا تاما، فما بالنا بالاختلاف والتباين بين الايه بين الرب جل وعلا وبين خلقه. بتقول لي تشبيه عشان بس لو اثبتنا غضبا يبقى زي غضب المغفلين فيه، او اثبتنا كذا زي ما احنا اتكلمنا بالتفصيل في المرات السابقه، هذا كلام مردود. ماشي، يقول لك انه مخالف له وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث الايه المعنى، لكنه مخالف له في الايه في الحقيقه. انتبه معي. طيب اما موافقته لما في الدنيا ماشي في المعنى، فلان الله تعالى قال عن القران ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم ولولا موافقته له في المعنى ما فهمناه ولا احنا قلناه الايه، هيجي بعد شويه الاطلاق الذهني، الاطلاق الايه الذهني، خدت بالك انت ازاي ان ده في الذهن، انت مدرك ايه معنى الحياه. يعني لو قيل لك كائن حي كذا انت مش تفريق بين الحياه والموت، ها الاطلاق الذهني معنى الحياه، الاطلاق الذهني الانسان
الانسان المطلق الذهني، الوجود المطلق، الانسان بالك الانسان او الانسانيه بتاعته المختلفه عن ايه، عن سائر الكائنات، اليس تدرك هذا المعنى؟ لكن في الخارج ايه، كل انسان ايه مختلف، مفيش اطلاق، مفيش حاجه مطلقه واخبارها، انما كل حاجه ايه معينه، كل انسان فلان يعني علي، مفيش ايه حاجه اسمها انسان جامعه كل الايه، لا، ده اللي موجود علي بخصائصه واحمد بخصائصه وزيد بخصائصه واخد بالك وخديجه كده، خدت بالك الموجود كله معين في الخارج الذهن، موجود ايه معين، المطلق ده موجود فين؟ يوجد في الذهن، مطلق ذهني، خدت بالك اللي انت بتفهم بيه اصل الايه كان معنى وتعقل بناء عليه يكون الخطاب والكلام، فتعي هذه الايه خد بالك المعاني، فيقول اهو، فدي نزل باللسان العربي، فانت تعلم ما هو خد بالك الرمان او الفاكهه، الا تعي او تدرك الفرق بين الفاكهه واللحم، تدرك الفرق بين الفاكهة واللحم، لكنك لا تصل إلى حقائق ما في الجنة من الفاكهة والإيه؟ واللحم، مع أنك تعي هذا الإيه؟ المعنى، أصل المعنى ده تعيه، واضح معايا؟ ولذا خوطبت بهذه الإيه؟ بهذا الكلام العربي، وتدرك هذه حقائق هذه المعاني، لكن الكيفية له، كن هذا الشيء حقيقته أنت الإيه؟ لا تدركه، إلا حينما بقى تراه، لأنك أنت إيه؟ لأنه قد حجب عنك ذلك، الكيفية. كون هذا الامر ماشي، واما وبيضرب لك الامثله دي ليه؟ انك انت خطبت باسماء الله وصفاته، تعي حقائقها اللي موجوده في لغه العرب، تعرف ما معنى الاستواء او النزول معنى، لكن حقيقه هذا الاستواء او هذا النزول او كيفيته لا تعلمه، حجب عنك هذا، خدت بالك حجب عنك هذا، خدت بالك انت ازاي؟ انما انت تعلم ان تؤمن به ايمانا حقيقي جازما على الوجه الذي المعنى الذي ورد به لغه العرب، وعلى المعنى الايه واللائق بكمال الله وايه، ولذلك قال الامام مالك الاستواء ايه معلوم او غير مجهول، يعني معلوم في لغه العرب ما هو الاستواء، لكن كيفيه الاستواء الكيف قال ايه مجهول، واضح؟ طيب، واما مخالفته له في الحقيقه فلقوله تعالى ماشي، واما موافقته لما في الدنيا، واما مخالفته له في الحقيقه فلقوله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون، تاخد ركز، واما مخالفته له في الحقيقه فلقوله ايه حقيقه عن ايه كن هذا الايه كن هذه الاشياء وحقائقها، يعني كن هذه الاشياء وايه وحقائقها، ليه؟ لان الله قال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، مع أننا خوطبنا بهذه الأشياء وهي موجودة في الدنيا، ولكن ليس مما هي قبلك مما في الجنة مما هو في الدنيا إلا الإيه؟ إلا الأسماء، مع ذلك تبينت معانيها وحقائقها، قال والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، إلا ليه؟ طيب يعني هي نفس الأسماء هي صح؟ طيب والحقائق والمعاني اختلافا تاما، هذا في مخلوقات، هذا في إيه؟ فما بالك بين أخوك التباين الذي يكون بين صفات الرب وصفات خلقه، يبقى أين التشبيه حتى تفر منه إلى التعطيل، ماشي طيب، فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم إيه وأظهر ماشي من مباينة المخلوق للإيه للمخلوق ماشي، لأن المخلوق المخلوق اللي هو إيه اللي هي المخلوقات في الجنة للمخلوقات اللي في الدنيا ومتباينة تباينها تام ماشي أو تباين، طب ما بالك بإيه صفات الرب وصفات الايه لا شك انها اشد ايه تباينا، خدت بالك انت ايوه، فلا وجه للايه للتشبيه عشان تتفر منه للايه للتعطيل، لان التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ايه ومخلوق مثله، فاذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الخالق اظهر وايه واولى اظهر واولى، وقد انقسم الناس في هذا المقام مقام الايمان بالله واليوم الاخر الى ثلاث فرق إلى ثلاث فرق، انتبه من الفرقة الأولى اللي هو الإيمان بالله واليوم الآخر، انتبهوا السلف والأئمة وأتباعهم، وهؤلاء آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه
وعن اليوم الآخر، وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة. انتبه، يقول الإيمان بالله واليوم الإيه؟ لأن الغيب، يؤمنون بالغيب وأسماء الله وتعالى. اقبلك إيمان بالله عز وجل وأسماء وصفاته غيب، ومن الإيمان بالغيب بقى أمور الآخرة كلها، خدت بالك؟ ماشي. فأهل السنة والجماعة أو السلف الصحابة والتابعون وأهل السنة السائرون على ضربهم، هؤلاء آمنوا بما أخبر الله عز وجل به عن إيه؟ عن نفسه، سواء النفس الأسماء والصفات والربوبية والألوهية والأسماء والإيه؟ والصفات. طيب، وأخبرك ما أخبر به عن إيه؟ عن الآخرة تفصيل كما ورد، آمنوا به وبإيه؟ وبحقاته، أخبرك إيمانا إيه؟ تاما. ليس أخبرك، وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفرقة الثانية، ماشي، طوائف أهل الإيه؟ أهل الكلام. طوائف أهل الإيه؟ الكلام، يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والإيه؟ والعقاب، وينفون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الإيه؟ المتكلمون آمنوا باليوم الآخر وما أخبر، وده خدت بالك في مسائل كثيرة إلا بعض يعني، لكن اهو خدت بالك ممكن يخالفوا بعض، لكن آمنوا بها، لكن خالفوا فين؟ في أسماء الله وإيه؟ وصفاته. في أسماء الله وإيه؟ فأولوها صرفوها عن إيه؟ عن ظاهرها، مع أنه طب المفروض أن يجري، ما أنت زي ما أنت آمنت باليوم وده غيب وأجريته على حقيقته وأنت لا تعلمه وتعلم أن أخبرك، طب ما أنت تجري نفس الكلام في إيه؟ أولى، ثم أولى أن يكون ما أخبر الله به عن إيه؟ عن نفسه تبارك وتعالى. إذا كان أخبرك عن مخلوقات آمنت بها ها وأجريتها على ظواهرها وحقائقها، وأنت أخبرك تعلم أن حقائقها تختلف عن حقائق ما في إيه؟ ما في الدنيا، أليس من الأولى بقى والأظهر أن تكون أن تثبت بقى أو تؤمن بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه على حقيقته، وأن تثبت ما بينه وبين المخلوقات من التباين، أليس هذا بأولى؟ أولى لا شك، خدت بالك؟ ضرب ده من جملة تناقضاتهم. طيب، الفرقة الثالثة القرامطة والباطنية والفلاسفة، لا يؤمنون بما أخبر الله به عن إيه؟ عن نفسه ولا عن اليوم الآخر. دول بقى إيه؟ لا يؤمن لا بالعن نفسه، أخبرك بما أخبر الله به عن نفسه، ولا عن إيه؟ ولا في اليوم الآخر. وقال لك كله ده إيه؟ أخبرك بل ينكرون حقائق هذا وإيه؟ هذا وهذا. فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخييل لا حقيقة له. تخييل، يعني هذه إشارة إلى، أو يعني خذ هذه الفائدة، لابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة ذكر أن الناس طوائف الخلق اللي هم في داخل إذا الوحي المنزل اللي هو داخل هذه الأمة كان خمسة أصناف. خمسة إيه؟ أصناف. أهل التأويل اللي هم أوله، سواء أوله الصفات كلها زي المعتزلة والأسماء عن معنيها، أو كان تأويلهم جزئي زي الأشاعرة والكلابية والماتريدية ونحو هذا، أهل تأويل، وهؤلاء كما ذكرنا ده رقم واحد. ثاني، الصنف الثاني أهل تخييل. أهل التخييل، يبقى أهل التأويل وأهل التخييل وهم الفلاسفة الذين قالوا إن إيه؟ ذكروا أن الإيه؟ أهل التخييل ذكروا أصلا هم اعتقدوا أن الرسل أخبروا، خدت بالك أنت إزاي؟ أو الرسل ما أخبروا للخلق، خدت بالك أنت إزاي؟ لا حقيقة له، إنما ذكروه هذه ما ذكروه على باب على سبيل الإيه؟ التقريب وإبراز المعاني، لكنه لا حقيقة له على سبيل الإيه؟ خدت بالك أنت إزاي؟ أيوة، على سبيل الإيه؟ لأن قوى الخلق لا تدرك إلا هذا، فقربوا لهم فما أخبروا بهم عن الرب أو عن أخبالك الجنة والنار أو الآخرة، ده كله على سبيل الإيه؟ التخيل لا حقيقة له، وهذا قول كفر والعظم لا بواح، لا حقيقة لا، خدت بالك؟ إنما ده على سبيل الإيه؟ التخيل بس لإبراز المعاني وتوصيلها وتقريب المعاني للأذهان، لأن الناس لا تعقل إلا إيه؟ إلا هذا، لو الفلاسفة والباطنية كما ذكرنا والقرامطة. أما الحقيقة خدت بالك أنهم إيه؟ لا يثبتون ربا، خدت بالك تبارك وتعالى، ولا آخرة، إنما كل هذا لا حقيقة إيه؟ إنما ده من باب الزجر عشان الناس تخاف، عشان الناس إيه؟ تخاف، والعياذ بالله تبارك وتعالى. انتبه، وقال لك لو ذكروا الحقائق كما هي وقالوا من رب لا يقبلك لا 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 حي ولا ميت ولا اللي احنا كلمناه، يبقى الناس كانت هتنفر من ايه؟ من هذا الكلام،
وتقبلك ولا تؤمن به. طيب والعياذ بالله، وهذا تكذيب، غاية التكذيب لله ورسوله والعياذ بالله تبارك وتعالى، تكذيب عظيم. وزيكم هؤلاء خبالك، هذا قول في غاية الكفر. أصحاب أكفر اليهود النصارى، يبقى أنا عندي أهل تأويل حتى لا في الصوت، ها أهل تأويل وأهل تخيل وأهل تجهيل، وأهل التجهيل وهم الذين تذكرون الذين قالوا إيه هذه الألفاظ أو هذا الذي ورد لا معنى له، لا أو المعنى إحنا حجب عنا، تفويض التام، تفويض المعنى والكيف، إن هذه الحروف المقطعة نؤمن بها واخد بالك، لكن إيه معانيها واخد بالك كلها إيه مفوض إلى الله تبارك وتعالى، خدت بالك؟ وهذا 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 عين الجهل. يعني أنت كده ترمي واخد بالك إيه، تجهل الصحابة والتابعين، تقول إنهم يؤمنون بأشياء ويتكلمون بكلام، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أنت بذلك تعمل إيه؟ خدت بالك أنت إزاي؟ لا يعون معناه، لا يعرفون له معنى البتة، كله من باب الإيه؟ المتشابه الذي لا يدرى معناه، كالحروف المقطعة، خدت بالك؟ فيفوض علمه كاملا، وهذا هم وهذا والعياذ بالله، خد بالك إيه؟ تجهيل، تجهيل للصحابة وسلف الأمة، وهذا كلام باطل مردود، دول أهل الإيه؟ التجهيل. الرابع، الفئة الرابعة، أهل التشبيه والتمثيل، الذين قالوا لا نعقل إلا ما هو موجود، فشبهوا ومثلوا الله بإيه؟ بخلقه. هذه طوائف أربعة ضلت سواء السبيل، ضلت سواء الإيه؟ وخالفهم أصحاب سواء السبيل، سواء الإيه؟ أهل السنة والجماعة. خدت بالك؟ من أهله ها تأويل وأهل تخيل تجهيل تشبيه وتمثيل، أهل أصحاب سواء الإيه؟ أهل سواء الإيه؟ السبيل، الذين لزموا الجادة والصراط المستقيم، وهم أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بما أخبر الله به عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا حقيقيا، وخبلك وأثبتوا معانيه على الوجه اللائق في باب الأسماء والصفات، أو اليوم الآخر على الوجه اللائق بإيه؟ خبلك بها كما ورد في لغة العرب، فأجروا خبلك آمنوا بالأسماء والصفات كما وردت بمعانيها اللائقة لله عز وجل، خبلك مع نفي التشبيه والإيه؟ والتمثيل، نفي التشبيه والتمثيل، وكذلك ما أخبرك ما أخبر الله به أو رسوله عن اليوم الآخر، فكان مذهبهم حقا بين ضلالتين، بين أهل الغلو بكل أشكالهم وأهل التفريط أو أهل التعطيل وأهل الإيه؟ التشبيه والتمثيل، وكان كذلك ما هم عليه هدى بين ضلالين، حق بين أخبرك وهدى بين خدت بالك كده أخبرك، ففاروا ونجوا وسلموا وسعدوا واتبعوا ما جاء به الله عز وجل، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، فآمنوا بما جاء عن الله على مراد الله، وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وخبلك فسلموا من كل خبلك ما ضلت فيه الفئات الايه السابقة، وعلموا أن الله عز وجل موصوف بالكمال والجلال، منزه عن كل عيب ونقص، وأن الكمال المطلق له من كل وجه، وأن هذا هو المثل الأعلى الذي تفرد الله عز وجل به، تفرد الله عز وجل به. قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله المثل الأعلى، كمال الوجه، كمال من كل وجه، كمال المطلق له تبارك وتعالى المثل الأعلى. وقبلك يعني الله عز وجل نفى سبحانه عن المثل عن هذا المثل الأعلى الذي يقبلك تفرد هو به، الذي تفرد هو عز وجل به، انتبه. وهذا المثل الأعلى هو ما قام في قلوب أهل سماواته وأرضه من معرفته والإقرار بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وذاته تبارك وتعالى، هذا هو المثل الايه الاعلى، وهو الذي هذا المثل الاعلى هو الذي امن به المؤمنون وانس به الايه العارفون، انس به العارفون، وقامت شواهده في قلوبهم بالتعريفات الفطريه المكمله بالكتب الالهيه والمنضبطه بالبراهين العقليه، كما يقول ابن القيم رحمه الله. انتبه، قامت قبلك شواهده في قلوبهم، انتبه معي، في قلوبهم قامت شواهده في قلوبهم بالتعريفات الفطرية، الفطرة السليمة تؤمن بهذا،
تؤمن بها المكملة بالكتب الإلهية التي أخبرت بهذا عن رب العزة تبارك وتعالى والمنضبطة بالبراهين العقلية. فاجتمع لهم أدلة الفطرة والسمع والعقل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الحق الذي ينبغي أن نلزمه وندين لله عز وجل به. واضح؟ ما هو أقول لك ده كلها محق لا وجود لها. هم منكرون لهذا. هم قبلك هو زي ما قلت لك أنا مجرد ألفاظ الرسول ذكرها عشان يخوف يخيف الناس لأن دي الحاجات اللي إيه اللي اللي اللي, اللي يفهموا بها ويعوها تقريب للأذهان لكن لا حقيقة إيه لا. دول منكرون لهذا. فلاسفة زي قبلك ابن سينا وغيره خدت بالك والفارابي ابن سينا معلوم إنه بينكر قبلك البعث. قالوا البعث مش بإيه الحشر لن يكون بالأجساد. وخد بالك أنت أنكروا فأنكروا حقيقة البعث وأنكروا وخد بالك إليه وقال بقدم العالم وقال إن العالم وخد بالك وجد وقال بنظرية العقول العشرة اللي أخذها عن فلاسفة اليونان. خدت بالك وقال إن العقل العقل الفعال وأنه وجد زي إيه زي انعكاس الإيه الضوء انعكاس الشمس إن الشعاع بغير إرادة من الله ولا أوجده مجرد ما حدث كأنه وجدت معه. فهذا وهذا كفر بواح. خدت بالك وده كان خلاصة يعني تهافت الفلاسفة لأبي حامد لما رد على هؤلاء إنه إيه يعني بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها وهي حقا مثبتة ها حدوث إيه عوالم. خدت بالك إنه قالوا بقدم العالم وعلم بجزئي قالوا إن الله يعلم الإيه الكليات ولا يعلم الجزئيات. أنكروا العلم الشامل لله تبارك وتعالى وحشر لأجساد بعد أن كانت ميتة والعياذ بالله. قالوا الحشر لا يكون بالإيه لا يكون بالأجساد فأنكروا. خبرك أنت إزاي المعاد. والذين فتح لهم والذين فتحوا لهم الباب هم قالوا التأويل. هم قالوا ليه التأويل لأن أنت طالما صرفت الكلام عن ظاهره ولذلك اتفقوا هم وأهل التأويل على تعطيل مراد الإيه مراد الله أو تعطيل المراد من الخطاب الإيه الموجود الشرعي. بس ده العطل فيما أخبر الله به عن نفسه وده العطل ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عن إيه عن الدار الآخرة. فتحوا الباب ولذلك سمى ابن القيم رحمه الله في كتابه الفذ صاحب المرسل التأويل سماه أنا أرجو أصوات تقيل سم الإخوة في صبي بعطل يا جماعة الله يكرمه. أخبر أخبرك الإيه ابن القيم سمى التأويل بالطاغوت ورد عليه ردا تفصيليا. يعني إن شاء الله كان في العمر بقية نقرأ معكم هذا الكتاب الماتع. خدت بالك ردا تفصيليا على بالك هذا الإيه على التأويل الموجودي وبين بطلانه من أكثر من يعني 40 وجه. طيب الفرقة الثالثة أن القرامطة والباطنية والإيه والفلاسفة لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن إيه بل ينكرون حقائق هذا وإيه وهذا. فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخيل لإيه لا حقيقة له والعياذ بالله. وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون المأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. نعم أخبرك من هؤلاء الباطنية منهم جعلوا ظاهرا وباطنا ظاهرا وإيه منهم من جعل ظاهرا في حتى في الأوامر والنواهي وقالوا إيه إن في دول أهل الحقيقة ودول أهل الشريعة. خدت بالك ودول أهل الإيه الحقيقة. خدت بالك أنت إزاي. فقالوا المراد مثلا بالصلوات الفرق الباطنية كده كالإسماعيلية وأخبرك أنت إزاي والدروز والعلويين والنصيري كل خبرك بهذا الوقت. خدت بالك قالوا إيه والقرامطة ونحو هذا. قال لك المراد بالصلوات معرفة أسراره خدت والصيام كتمان أسراره. خدت بالك أنت إزاي أسرار أسرارهم أسرار أئمتهم وبالحج السفر إلى شيوخهم. قالوا هذا الكلام ونحو ذلك معلم بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب وافتراء وكفر وإلحاد. قبلك وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاص بعضهم كده يعني الفرق الغالية في الباطنية الغالية هذه إيه أولت حتى الأوامر والنواهي أبطلوا الدين بالكلية والعياذ بالله تبارك وتعالى أبطلوا الدين بالكلية كفر في غاية الإيه أقبلك الإيه يعني أقبلك إن صلى الله العفو والعافية كفر بواح. ومنهم من قال إن الشرائع دي يقصد بها الإيه العامة دون الإيه دون الخاصة. ليه لأن الخاصة إذا وصلوا إلى درجة العارفين والمحققين عند ارتفعت عنهم الإيه التكاليف. خدت بالك ورفع عنه الإيه التكليف خلاص لا يصلي ولا يصول يصلي دول رسوم العوام يقف عند حد هذه الرسوم. أما هم فقد وصل فرفع لأنه إيه وأول بقول لك إيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللي هو اليقين المطلق اللي هو يقول لك لا اليقين إيه
وصلوا بقى وصل الى درجه اليقين فلم يعد ايه قبلك. وبعضهم يقول هذه ثمره الحلول والاتحاد والعياذ بالله، انه اذا حل اذا اجتهد في اوراده الاوراد المبتدعه الضاله خدت بالك، واجتهد فيما هو عليه حل به والعياذ بالله والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا الرب، ثم اتحد به في اتحد اخبرك فرفع عنه الايه، لانه مش هيعبد نفسه بقى، مش هيعبد نفسه. خدت بالك معايا ازاي؟ خلاص انتبه معي. ها انظر الى اي مدى لعب الشيطان بهؤلاء حتى اوقعهم في هذا الكفر البواح والعياذ بالله. وانظر الى خطوره هذه الدعوات، ما هي ده هو ده اللي خبالك هؤلاء اللي هو ابن عربي وجلال الدين الرومي وخبالك والتبريزي الذين يلمعون الان وينشر كلامهم ابطال لدين الله عز وجل، ابطال للتوحيد، ابطال للشرائع، ابطال للمعاد، ابطال ويسمى النبوات. ما خلاص وطالما قال ان 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 ما فيش في وحده وجود وان ما فيش عبد وفي رب زي ما بيقول ابن عربي، العبد رب والرب عبد ليت شعري من المكلف. خدت بالك انت ازاي؟ وابن الفارض يقول لك ذاتي لذاتي صلاتي. خدت بالك خلاص ما فيش، خدت بالك ما فيش اصلا. يبقى الانبياء كانوا بيخبروا عن ما كده ابطل النبوات. من الذي ارسله؟ وما فيش بقى مرسل ومرسل ايه؟ اليه. ها ولذلك كان اخبلك انت يقول لك انا حدثني قلبي اخبلك ويبطل بقى الايه؟ اخبلك النبوات فابطلوا دين الله تبارك وتعالى. كلام في غاية الكفر وغاية الزندقة وغاية الهرطقة، وهو الذي يراد نشره الآن. انتبهوا لتعلموا مدى خطورة هذه الدعوات على دين الله تبارك وتعالى، وكيف يجب علينا وجوبا حتميا أن نتعلم العقائد الصحيحة وأن نعرف ضلالات أولئك وكفرياتهم وشبهاتهم وكيف نفندها لنحصن أنفسنا وأمتنا من شرها ومن خطرها. أمر ليس بالسهل اليسير. طيب يقول فسقطت عنه الواجبات وحلت له المحظورات. وذلك قال لك ايه من ضمن الفروع الكلام دول لك ايه؟ ها لا تنكر، لا تنكر على ايه؟ على شيخك، تنكرش على هؤلاء. يعني وجدت زي ما هذا احدهم يعني يخبلك احد اولئك وقى الله الامه شره، خدت بالك انت ازاي؟ ونسال الله ان يهديه ويهدي امثاله. يقول لك ان الناس لما دخلوا على، خدت بالك، على الـ على الـ على الـ على الـ الولي المرسل والعباء، واخد بالك انت ايه؟ وكان واخد بالك كانوا معه وهو دخل في الغرفه يزني فانصرفوا الا ايه؟ الا تلميذ له لم ينصرف. هذا موجود في فيديو مسموع صوت. يقول يا اخبلك لم يص... ارجو الا يعلق عشان بس نسمع فقط. قال له اخبلك قال له ايه؟ فانصرفوا الا ايه؟ الا هذا التلميذ. فلما خرج قال له ايه؟ وبل وضع الماء ليسخنه له. كانه طب لماذا سيغتسل هذا الذي استحل الزنا؟ خدت بالك هيغتسل ما له؟ ايه المشكله بقى المانع من يغتسل؟ ثم يقول خد بالك فقال له انت لما لم تذهب؟ قال انا اتبعتك على انك ولي ولم اتبعك على انك نبي. يا سلام، ما فيش امر معروف عن منكر. مش هو يصيب ويخطئ، لكن بيخطئ هنا يفعل عمدا. وفيش هنا امر معروف عن منكر؟ ما هذا؟ ما هذا الكلام؟ واين تقوى الله عز وجل المانعه من الحرمات؟ واولياء الله الذين امنوا وكانوا يتقون، يتقون غضب الله عز وجل بعدم ارتكاب اقتراف مقبلك المحرمات واداء الواجبات، كيف هذا؟ انتبهوا، دعوات للزندقه باسم الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول لك ما تنكرش، لك عندك انت زينك عنده هو ايه؟ مش كده؟ ولو رايته يقتل لا تنكر عليه، لان ده قتل عندك. في فرق بين الحقيقه والايه؟ والشريعه. ثم خدت بالك يذهبون بقى ماذا بيعمل لك ايه؟ كما فعل الخضر مع موسى، ده علم لدني كان لا يعلمه موسى، دي حقيقه ودي دي ظواهر. خدت بالك انت ازاي؟ انتوا اهل الظواهر، اما اهل الحقائق دول حاجه ثانيه، كعلمهم علم لدني. يعني زي ما قال لك اخبالك ابن عمرو يقول لك حدثني ايه؟ انتم تاخذون علمكم ميتا عن ميت، حدثنا فلان عن فلان، ونحن ناخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. انتبه، يعني حتى على سنده اعلى من جبريل عليه السلام، من سنده اعلى من محمد صلى الله عليه وسلم، محمد اخذ عن جبريل عن ربه. انتبهوا لهذا، خدت بالك؟ فيقول اهو فانت، وده كلام في غايه البطلان، لان الخضر عليه السلام ما فعله
كان بإيه؟ قال وإيه؟ ها؟ وبعض عن إيه؟ عن أمري، إنما بعلم من الله عز وجل. ثانية، يبقى لم يكن إيه؟ ثانية، أن الخضر موسى عليه السلام في عهده كان كل نبي بعث إلى قوم خاصة، خدت بالك؟ بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس، ولذلك كان من نواقض الإسلام من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محصلا كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، دي من نواقض الإسلام. انتبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ورقة من التوراة، ورقة من التوراة بيدي، ها، قال متهوكون فيها بعدما جدكم بمضى نقية، والذي نفس محمد بيده، لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا أن يتبعني، وسعه إلا أن يتبعني، وينزل عيسى في آخر الزمان حكما بشريعة الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ لأنه بعث إلى الناس عامة. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما إيه؟ آتكم كتابا وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون النبي ولا تنصرنه، قال أقررتم أخذتم على ذلك؟ قالوا أقررنا. قال ابن عباس أخذ الله عز وجل الميثاق على كل نبي بعثه، أن لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمن النبي ولا ينصرنه، ثم أخذ كل نبي الميثاق على قومه أن لو بعث فيهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنون به ولا ينصرنه صلى الله عليه وسلم. فمن أين جئت بهذا الكلام الباطل؟ فيش أصلا بعد حاجة اسمها إيه؟ كلام هذا الكلام. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، نعم وجد الحلول والاتحاد ووحدة الوجود والمنحرفون، خدت بالك؟ زي اللي كان بيقولوا ما في الجبة إلا الله والعياذ بالله، وغيره 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 من طماتهم. وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإيه؟ الإلهية. نعم، ده هم كده خالفوا جميع الشرائع، أبطلوها، خالفوا جميع الأنبياء، لأن أصول الدين، ها، التوحيد الرب جل وعلا، إلهيات إلهيات ماشي، وأنبياء يرسلون يبلغوا الناس نبوات، ها، وما يتصل بها، ومعاد اللي هو اليوم الإيه؟ الآخر، وشرائع وشرائع، هم أبطلوا كل هذا. أرأيت كفرا أشد من هذا؟ لا. المثل الثاني، عرفنا المثل الأول. المثل الثاني ماشي، الروح التي بها الحياة وهي أقرب شيء إلى الإنسان، الروح التي بها الحياة وهي أقرب شيء إلى الإنسان، بل هي قوام الإنسان، هي قوام الإيه؟ الإنسان. خدت بالك؟ معلوم، إذا خرجت روحه أقبلك إيه؟ صار جثة هامدة، وهذا الجسد الذي تراب بنضارته وما أسرع ساعته إيه؟ ها؟ خدت تحلله وأقبلك أنت إزاي وفنائه سريعا، يعني ده سر الحياة فيه. وقد حجب الله علم هذا السر على الخالق، ولازال التحدي وسيظل قائما. ها؟ يسألونك عن روح، الروح من إيه؟ يسألونك عن روح، الروح من أمر ربي. هل استطاع أحد أن يكتشف ذلك السر؟ هو سر الحياة التي بين جنبيك؟ أليس في هذا، أليس في هذا دليل على عجز الإنسان وقصري يعني أقبلك باعي وضعف علمه وقلة حيلته، فما عليه إلا أن يسلم لله تبارك وتعالى؟ وأليس هذا أعظم رد على أولئك الملاحدة وغيرهم؟ أوه، سر الحياة بين جنبيك وتجهله، ولن تستطيع أن ولا وكل من تدعي وتقول العلم تقدم ما وصل ولن يصل إلى شيء من هذا، لأن لقد حجبه. انتبه، أتريد آية آية خدت بالك كهذه الآية؟ أي من أعظم الآيات يا أخي، لكن والعياذ بالله يعني أهل الغي والكفر والضلال خدت بالك يعني ينصرفون وينحرفون عن الحق البين الواضح، ماشي. انظر، بل هي قوام الإنسان، وقد وصفت في النصوص بأنها تقبض من البدن ويصعد بها إلى السماء، الأخبار كذا، وتعاد إلى البدن ليسأل في القبر، ولا ينكر أحد وجودها حقيقة، موجودة حقيقة مش موجودة، موجود. وليس أدل على هذا أن الإنسان أمامك قائم متحرر قوي رائع وفجأة يخر جثة هامدة، ما الذي حدث؟ فرقته الروح، خلاص سر حياتي ذهب عنه، انتهى. طيب، وقد عجز الناس عن إدراك كنهها وحقيقتها،
إلا ما علموه عن طريق الايه؟ الوحي. الوحي أخبرنا بذلك، خلاص آمن. فما علمنا ما عندنا من علم بها إنما هو محصلة الإيمان بالايه؟ الوحي المنزل. الوحي المنزل. واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا، يبقى سائر الايه؟ الخلق اللي تكلموا فيها بالايه؟ لحاولوا يكتشفوا امرها او يخوضوا مجالها بحثا او يتعرفوا على شيء، واخد بالك لم يرد بايه؟ خبر. اضطربوا اضطرابا كثيرا لكونهم لا يشاهدون لها نظيرا. امر لا يعلمون له، خد بالك لا يشاهدون له نظيرا ولا فلم. طيب فمنهم طوائف من اهل الكلام جعلوها البدن او جزءا من البدن او صفه من صفاته، ده كلام باطل. خدت بالك؟ ومنهم طوائف من اهل الفلسفه وصفها بامور لا يتصف بها الا الايه؟ الا الممتنعات، ممتنع الوجود زي ما احنا ذكرنا ذلك في الدروس السابقه. وقلنا هؤلاء ايه؟ ها؟ وصف الرب بالايه؟ بالممتنعات مش المعدومات. ده الاهل النفال، خد بالك نفي مطلقا ايه؟ لكن اللي هم قالوا اللي هم اهل ايه؟ ها اصحابه الايه؟ نفي الايه؟ خد بالك النقيضين. واحنا قلنا القاعده في هذا ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. لان هذا محال، حينما تنفي النقيضين لا حي ولا ميت، ده ايه؟ محال، زي ما تقول حي وميت في نفس الوقت. فاجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال. خدت بالك معايا ازاي؟ ولذلك وقعوا في وصف الرب بالممتنعات. بالايه؟ وده اقبح من الايه؟ من الاهل والمعدومات، يعني كل فئه منهم اقبح من الاخرى، اهل الضلال. واشد ضلالا من ايه؟ من غيرها او من التي قبلها. يقول ايه؟ واخد بالك؟ ومنهم طوائف من اهل الفلسفه وصفوها بامور لا يتصف بها الا ممتنع الوجود. فقالوا لا هي داخل الايه؟ البدن ولا ايه؟ ولا خارجه. طب لا داخل ولا خارج، ولا مداخله ولا مبينه، ولا متحركه ولا ساكنه، ولا تصعد ولا طاب، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون انها لا داخل العالم ولا ايه؟ ولا خارج، ولا مبينه له ولا مداخله. خدت بالك؟ كما يصفون بذلك الايه؟ الخالق واجب الوجود. يصفونه بذلك. خدت بالك؟ فاذا قيل لهم اثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة، قالوا هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة الإيه؟ ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. طب إزاي ده ممتنع؟ يقول لك الكليات اللي هو إحنا قلناها اللي هو المعنى الكلي، أصل إخ بالك اللي هو مطلق الإيه؟ القول مطلق الآن، إخ بالك الكلام، وده أصلا لا وجود له إلا في الذهن. لا وجود له خارجي. ده زي اللي قالوا إن إيه؟ إن إخ بالك أنت اللي إخ بالك الفلاسفة ما قالوا إن إيه؟ ان اخبرك الرب مطلق الايه له مطلق الايه؟ قال الوجود المطلق. طب الوجود المطلق ده مالوش هو ايه؟ ما لا وجود الا في الذهن، مش وجود حقيقي. خدت بالك معايا ازاي؟ انتبه معي. فهم قال لك ايه؟ وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كليه الا في الاذهان لا في الاعيان. فان والذهن كما ذكرنا مرارا يفرض اشياء في يفرض الشيء وعكسه يصدقه ويتخيله ويتوهمه، كما ضربنا ذلك الامثله. خد بالك اشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج، كان يتخيل ارتفاع النقيضين او اجتماعات، مع ان هذا ايه؟ ممتنع. فهذا كلام ايه؟ كلامهم كلام هذا باطل. واعلم ان اضطراب المتكلمين والفلاسفه في الروح ماشي كثير، وله سببان. وله ايه؟ يعني لماذا اضطرب هؤلاء هذا الاضطراب وظلوا؟ اولا قله بضاعتهم مما جاء به الوحي وايه؟ في صفاتها. ان هؤلاء لا ايه؟ لا علم عندهم بما جاء به الوحي. لان الوحي قد جاء بصفات لها وامور لو لزمها الناس خد بالك ايه؟ لحصلوا علما. وده امر غيبي ولا يدرك الا بالايه؟ الا بالوحي. لا تستطيع ان تصل الى علمه الا باعلام الله لنا، واعلام الله لنا يكون عن طريق ايه؟ رسله. النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك انت ازاي؟ وما جاء في الوحي. فهؤلاء عندهم قلة بضاعة لأنهم يزهدون فيما جاء به الايه؟ جاء الوحي. لا يتعلمون القرآن ولا يتدبرون ولا السنة فضلوا. خدت بالك أنت ازاي؟ انتبه. ولذلك أسباب من أعظم أسباب الضلال كما ذكر العلماء شيخ الإسلام وشارح الطحاوية وابن القيم وغيره، ها؟ عن ايه؟ عدم خدت بالك تدبر القرآن وهي السنة والعلم بهما أو التفريط في ذلك. دي من أعظم أسباب الضلال، من أعظم ايه؟ أسباب الضلال. انتبه معي. طيب الثاني أنهم لا يشاهدون لها نظيرا، فإن الروح ليست من جنس الايه؟ هذا البدن، ولا من جنس العناصر والمولدات منها. انتبه. وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الايه؟ الأجناس. فعرفها الإنسان جسد وروح.
الروح ليست من ايه؟ من جنس البدن ولا الطين ولا ولا ولا. خدت بالك انت ازاي؟ ده سر الحياة. ولذلك لكل منهما ايه؟ غذاء. البدن له غذاؤه والروح، لان الله عز وجل يقبلك خلقها، وقبلك انت ازاي ووضعها كسر في حياة الانسان تبارك على نحو الذي اراده تبارك وتعالى. انتبه، فهي علوية خلاف الانسان سفلي البدن الجسد، فجاء غذاء الروح من اعلى الوحي المنزل. لا حياة لها الا بهذا الايه؟ الغذاء. وجاء غذاء البدن من اين؟ من اسفل، ما تخرجه له الارض. ولو أهملت، كما أنك إن أهملت غذاء بدنك ها يصيبك الايه؟ المرض والموت، كذلك إن أهملت غذاء روحك ضاقت عليك أمورك وقسى قلبك وفسد نفسك وأخبلك ويعني نسأل الله، وذهبت كل ماذا في الضلال والغي. تحتاج إلى هذا الغذاء، إنك تعتني اعتناء تام بغذاء الايه؟ الروح، من القرآن والسنة والعلم الشرعي. انتبه معي. ولذلك كانت حياة القلوب والأرواح ايه؟ بالوحي المنزل قرآنا والقرآن والأحاديث الصحاح. خدت بالك حياته بهذا، استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما، ودي حياة فوق حياة، لأن المخاطبون أحياء، المخاطبون أحياء، لكن دي حياة فوق حياة، مش حياة الايه؟ مش الحياة اللي خبالك الايه؟ الجسمانية اللي خبالك البهيمية، لا البهيمية، إنما حياة الايه؟ القلب والروح، حياة الطاعة والإيمان، الحياة الأعلى أرقى. انتبه. ولذلك الله عز وجل وصف القرآن بأنه روح، لأن الحياة الحقيقية حياة القلوب والأرواح متوقفة عليه، متوقفة عليه. انتبه. فيقول أخبرك مخالف هذه، فعرفها الفلاسفة بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام. السلوب أخبرك المشهود، يعني إيه قاعد إيه ينفي 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 عشان مخالف ليه؟ اللي احنا قلنا النفي طريقتهم التوسع في الايه؟ في النفي. خدت بالك؟ طيب، واجعلها المتكلمون من جنس الاجسام الايه؟ المشهوده. فطريق الفلاسفه فيه تعطيل، وطريق المتكلمون فيه ايه؟ تمثيل. وقيل الطريقين ايه؟ خطأ. زي ما في الصفات ايه؟ خدت بالك دول قلنا شاب خيلوا، ودول معطله بس قالوا تخيل ملوش حقيقه خالص، والتانيين ايه؟ عطاق. التعطيل كان ناتج عن ايه؟ ها؟ ناتج عن التشبيه، ناتج عن ايه؟ عن التشبيه. كذلك قالوا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الروح اذا قبضت تبعها الايه؟ البصر، كان في الحديث. وان الملائكه تجعلها في كفن وتصعد بها الى الايه؟ حديث براء بن عازب، ماشي، ينزل ملك الموت معه، كان من اهل الجنه معه اكفان وحنوط من حنوط اهل الجنه، وكان من اهل النار معه اكفان وحنوط الى اخر الحديث. ومع هذا فالعقول قاصره عن ادراك كنهها وحقيقتها، كما قال تعالى ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا. فإذا كانت الروح حقيقة واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تمثل الأجسام المشهودة، كان اتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينته مخالفته للمخلوقات من باب أولى. وكان عجز أهل العقول عن أن يحدوا الله أو يكيفوه أبين من إيه؟ من عجزهم عن حد الروح. وإيه؟ إذا كانت مخلوقة وعجزوا عن ان يحدوها، يعني يقبلك يعرفوها، يضعون لها حدا، يحدوها يعني يضعون لها تعريفا حدا. خدت بالك انت ازاي؟ الحد ده، الحد تدرس في المنطقه يقول لك الحدود، الحد اللي هو التعريف، تعريف اللي هو يقبلك انت ازاي الايه، يقبلك الشيء المستوعب لكل الايه، لكل يقبلك صفاته لازم الموصوف او المحدود. خدت بالك؟ وطبعا شروط يبقى جامع ومانع الى اخر الكلام، انا مش بتفصيل ذلك الان. انتبهوا. واذا كان من نفي من نفى صفات الروح جاحدا معطلا، خد بالك، لانه نفى ما ورد بها، ما ورد من صفات الكتاب والسنه، ومن مثلها بما يشاهد برضه ايه؟ جاهلا ممثلا، فالخالق سبحانه اولى ان يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا ممثلا. كلام واضح ولا مش واضح؟ واضح. نكتفي بهذا القدر، لان هيبدا بعد كده في خاتمه في قواعد الاسماء والصفات، ولكن اقرا عليكم استكمالا سريعا كده، ماشي؟ ماشي. في الكلام عن الايه؟ عن المثل الاعلى لابن القيم رحمه الله، تكلم فيقول فهكذا الاسماء والصفات لم يمنعهم، اي لم يمنع اهل السنه والجماعه اللي هم اهل سواء الايه؟ السبيل، ماشي، انتفاء نظيرها ومثالها من فهم حقائقها ومعانيها، انها لا نظير لها
ولا شبيه، لكن فهموا حقائقه ايه؟ زي ما الروح لا نظير له وعرفوا ايه؟ امنوا بما بها كما هي وبالصفات الوارده لها في القران والسنه، وزي ما الايه؟ ها الجنه وما فيها امنوا بحقائقها مع انها مخالفه لكل ايه؟ الحقائق الموجوده فين؟ في الدنيا. طيب وانتفاء التمثيل اخبرك انت ومعنيه، بل قام بقلوبهم معرفه حقائقها وانتفاء التمثيل والتشبيه عنها، وانتفاء التشبيه التمثيل والتشبيه عنها، وهذا هو المثل الاعلى الذي اثبته الله تعالى لنفسه في ثلاثه مواضع من القران، احدها قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم. الثاني قوله تعالى: وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. الثالث قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى سبحانه وتعالى المثل عن هذا المثل الاعلى، لان الله تفرد به جل وعلا، وهو ما في قلوب اهل سماواته وارضه من معرفته والاقرار بربوبيته واسمائه وصفاته وذاته. فهذا المثل الاعلى هو الذي امن به المؤمنون. مثل الاعلى الرب الموصوف بالكمال والجلال المنزه له المثل الاعلى، الكمال المطلق من كل وجه المنزه عن كل عيب ونقص، فامنوا به وامنوا بخبرك بوجوده بذاته وباسمائه وصفاته تبارك وتعالى وربوبيته والوهيته، وافردوه بحقه تبارك وتعالى، وانس به العارفون وقامت شواهده في قلوبهم بالتعريفات الفطريه المكمله بالكتب الإلهية المضبوطة بالبراهين العقلية، فاتفق على الشهادة بثبوته العقل والسمع والفطرة. فإذا قال المثبت، من المثبت؟ السني، السني الذي لزم ما جاء به الكتاب والسنة، أهل سواء السبيل، الذي أثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في القرآن إخبارك، وما أثبته للصلاة في السنة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا إخبارك تحريف ولا تعطيل ولا إلحاد. هذا إذا قال يا الله قام بقلبه رب قيوم قائم بنفسه مستو على عرش إيمان به بربه تبارك وتعالى، مكلم المتكلم سامع كما ذكرنا، سامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع لليه الأصوات. لو قام أقبلك الناس جميعا في صعيد واحد وسألوه مسائل سمعهم جميعا، ما شغله سمع عن سمع ولا حاجة عن حاجة، ولا سمعهم على تفنن اللغات واختلاف الحاجات تبارك وتعالى. انتبه، قدير، قدير له القدرة المطلقة، خد بالك، مريد فعال لما يريد، يسمع دعاء الداعين ويقضي حاجات السائلين ويفرج عن المكروبين، ترضيه الطاعات وتغضبه المعاصي، تعرج الملائكة بالأمر إليه وتنزل بالأمر من عنده. وإذا شئت زيادة تعريف بهذا المثل الأعلى فعد، عايز زيادة تعريف وفهم لهذا المثل الأعلى، فعد قوى جميع المخلوقات، كل قوى جميع المخلوقات اجتمعت لواحد منهم، ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد، فإذا نسبت قوتهم إلى قوة الرب تعالى لم تجد نسبة إليها البتة، كما لا تجد نسبة بين قوة البعوضة وقوة الأسد. وإذا قدرت علوم الخلائق اجتمعت لواحد ثم قدرت جميعهم بهذه المثابة، كانت علومهم، شوف كل علوم الخلائق جميعا جمعت لفرد، كانت هذه العلوم بالنسبة إلى علمه تعالى كنقرة عصفور في بحر. شير إلى حديث الخضر وموسى بعد أن أعلمه ما ليس عند موسى من العلم مسائل، ثم عصفور أتى على البحر فشرب قطرات ثم انصرف، فقال الخضر لموسى عليه السلام: قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من الإيه؟ من البحر. فانظر إلى عظم شأن علمه، ثم تقول تشبيه، أي تشبيه؟ انتبه معي، خدت بالك؟ وكذا في حكمته وكماله، وقد نبهنا سبحانه وتعالى على هذا المعنى بقوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فقدر البحر المحيط، فقدر البحر المحيط بالعالم مدادا، بحر المحيط بالعالم يعني المحيطات والأنهار والبحار النهار داخلها كل هذه مدادا، ووراءها
سبعة أبحر تحيط بها به بالعالم أيضا مثلها كلها مداد، مداد الحبر اللي بتكتب به مدادا يكتب بها كلمات الله. نفذت البحار ونفذت واخبلك ونفذت الأقلام التي ونفذت الأقلام التي لو قدرت جميع أشجار الأرض من حين خلقت إلى آخر الدنيا لم تنفذ كلمات الله. صار كل هذه أقلام وتأخذ هذا المداد من هذه المحيط الحار وتكتب كلمات رب العالمين. ما تبه ما نفذت كلمات الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلا، كحلقة ملقاة بأرض فلا، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلا، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، وهو سبحانه فوق عرشه يعلم ويرى ما عباده عليه. فهذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه، المثل الأعلى فعرفوه به وعبدوه به، أو المثل الأعلى فعرفوه به وعبدوه به وسألوه به، يسألون ربا غنيا بذاته سبحانه، يسألون من بيده أزمة الأمور كلها، بيده خزائن السماوات والأرض تبارك وتعالى. تبه فأحبوه وخافوه ورجوه وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واطمأنوا بذكره وأنسوا بحبه بواسطة هذا التعريف. فلم يصعب عليهم بعد ذلك معنى استوائه على عرشه وسائر ما وصف به نفسه من الصفات من صفات كماله، وإذ قد أحاط علمهم بأنه لا نظير له ولا مثيل له، ولم يخطر بقلوبهم مماثلة شيء من المخلوقين. وقد أعلمهم الله سبحانه على لسان رسوله أنه يقبض سمواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن، وأن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة كخردلة في كف أحدكم، وأنه يضع السماوات على إصبع، ده ضعيف الإبليس والتاني صحيح، وأنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع وسائر المخلوقات وسائر المخلوقات على إصبع. فأي يد للخلق وأي إصبع تشبه هذه اليد وهذا الإصبع حتى يكون إثباتها تشبيها وتمثيلا. تبه ذلك ما قدر الله حق قدره. تبه فقاتل الله أصحاب التحريف وقاتل الله أصحاب التحريف والتبديل. ماذا حرموه من الحقائق الإيمانية والمعارف الإلهية، وماذا تعرضوا به من زبالة الأذهان ونخالة الأفكار، وما أشبههم بمن كان غذاؤهم المن والسلوى فبلا تعب فآثروا عليه الفوم والعدس والبصل. وقد جرت عادة الله سبحانه أن يذل من آثر على الأعلى ويجعله عبرة للعقلاء. فأول هذا الصنف إبليس لعنه الله ترك السجود لآد، ترك الأعلى، تركت الإيمان بالله على الوجه اللائق بكماله وعلى وجه الحقائق الآتية، تركت ما جاء به الرسل من علم إلهي معصوم عظيم، ثم تعلقت بزبالات الأفهام ونخالات الأفكار، فحق لك أن تضل سواء السبيل وأن تحرم هذا الخير وأن تعيش في تعاسة وشقاء، ثم يكون الشقاء الأبدي بعد ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فأول هذا الصنف إبليس لعنه الله ترك السجود لآدم كبرا، فابتلاه الله تعالى بالقيادة لفساق ذريته. انتبه معي، وعباد الأصنام الذين لم يقروا بنبي من البشر ورضوا بآلهة من الحجر والجهمية، لزه الله عن عرشه لئلا يحويه مكان، ثم قالوا هو في كل مكان، يعني في ايه؟ ها في الآبار يعني منعتم وضللتم سوى السبيل ولم تؤمنوا بالرب جل وعلا، وخبلك مستويا على عرشه بائنا من خلقه له علو الذات والقدر والقهر، ثم تقولون في كل مكان، نعوذ بالله، مكان ده فيها خبلك الأنجاس والأبا وغير ذلك في كل مكان. وهكذا طوائف الباطل لم يرضوا بنصوص الوحي فابتلوا بزبالة أذهان المتحيرين وورثة الصابئين وأفراخ الفلاسفة الملحدين، أعاذنا الله عز وجل من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.